امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم العزاء لبريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. قال سيادته في تدوينة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بخالص العزاء باسمي وباسم شعب مصر للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة، وأنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين. أضاف سيادته عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية. كمان امبارح رئاسة الجمهورية أصدرت بيان قالت فيه: تلقت رئاسة الجمهورية بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة البريطانية العظمى، وتقدمت رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بصادق التعازي وخالص المواساة للأسرة الملكية البريطانية وللمملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق. وأشارت رئاسة الجمهورية في بيانها إلى أن الملكة إليزابيث الثانية كانت مثالاً رفيعاً يحتذى به في تفانيها في خدمة شعبها وبلدها على مدار أكثر من 7 عقود. امبارح أيضاً نعت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ببالغ الحزن والأسى نعت الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا. وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت: الملكة إليزابيث الثانية كانت سيدة عظيمة ورمزا للعطاء، أفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها بتفان وإخلاص لا مثيل لهما، خالص العزاء للشعب البريطاني. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بالأمس هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وافتتح سيادته القرية الأولمبية للهيئة، وكمان شهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة، وتكلم سيادته في عدد من الملفات المهمة منها تداعيات الأزمة العالمية. سيادة الرئيس كان له تصريح أن الدولة المصرية حريصة على تقليل التداعيات دي ومعالجتها بشكل مختلف عن بقية دول العالم، وده من خلال عدم انعكاس التكلفة الحقيقية للسلع والطاقة على المواطنين، لأن التكلفة الحقيقية فوق طاقة المواطن. نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية اسمحوا لي أن أنا أهني العاملين بالهيئة وقيادتها بهذا اليوم وبالجهد الكبير اللي احنا شايفينه وبالنتائج الطيبة اللي تحققت خلال الفترة اللي فاتت، واللي أنا متصور أن هي إن شاء الله هتزيد خلال الشهور والسنين القادمة، واحنا المفروض هنفتتح المرحلة اللي هي بتاعت التكريك الأخيرة ديت أو التوسعة الأخيرة اللي اتكلم عنها فريق أسامة نص السنة الجاية، مش كده؟ ها؟ يعني في يونيو بيقول لي طبعا اديني فرصة شوية وبتاع، لكن أتصور إن احنا اتفضل استريح. إن شاء الله نص السنة الجاية لو لينا عمر يعني نفتتح إن شاء الله هذا الجزء، ويبقى كده التطوير اللي احنا استهدفناه من توسعة القناة وازدواجها تحقق بشكل كامل طبقا للتخطيط يعني. وان شاء الله يعني الامور تمشي بشكل كويس. النقطة الثانية اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها هي موضوع الاقتصاد. او قبل الاقتصاد اتكلم الاول على موضوع السلع وتوفرها وايضا الاسعار المرتبطة بها. واسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم ايه؟ في كلام كتير بيتقال على ان الازمه دي ازمه عالميه وليها تاثير كبير جدا على كل دول العالم واحنا منهم، وده صحيح. بس انا عايز اقول لكم على حاجه وبكررها كتير مع حتى يعني لما بقابل وفود من دول تانية بنقول لهم احنا معالجتنا للازمه في مصر مش زي المعالجه بتاعتكم، وانا هكررها وارجو ان احنا كلنا ننتبه ليها. قلت لهم احنا لم نعكس التكلفة الحقيقية سواء للسلع او للطاقة على شعبنا، لان ده كان هيبقى فوق طاقة الناس، فوق طاقة الناس. كان هدفنا الاول ان احنا يبقى في توفير للسلع بشكل يحقق مطالب الناس بدون اي ضغط، ثم ما امكن ان هذه التكلفة ما تبقاش ضاغطة على الناس زيادة عن اللزوم.
هل ممكن كانت تبقى تكلفه زياده عن اللزوم؟ اه طبعا. لو انا جيت قلت لكم النهارده ان الطاقه سواء كان الغاز او الكهرباء اللي هي بتبقى داخله في كل شيء تقريبا، لو انا سعرت بيها طبقا للاسعار اللي موجوده بره، واللي هنا بسجل ان بقول ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن ما عرفناش نشكره كويس ساعة لما تم افتتاح حقل زهر، ما شكرناهوش كما ينبغي. كمان سيادة الرئيس اتكلم ايضا عن حجم المشروعات اللي تمت في السنين الاخيرة، وان الدولة هتضاعف مجهوداتها خلال الفترة اللي جاية رغم كل محاولات التشكيك اللي بتستهدف خفض الروح المعنوية للمواطنين. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، خليني هنا نتوقف قدام اللي عرضه السيد رئيس هيئة قناة السويس للمشروع اللي بيتم تنفيذه حاليا. وانا الحقيقة بتكلم فيه عشان حاجتين. الحاجة الأولانية هو إن دايما إحنا كمصريين وكمفكرين ومثقفين وإعلاميين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها، افتكروا كويس قوي لما 2014 تقريبا من نفس المكان ده أطلقنا، أو من القاعة اللي كانت موجودة أطلقنا حفر القناة الجديدة اللي إحنا افتتحناها في أغسطس 2015، وحصل نقاش كتير وجدال كتير هل ده المشروع ده كان مهم ان احنا نعمله، وهل الدولة كانت محتاجة انها تعمل ازدواج للقناة ولا لا. طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر تمام، مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدوله بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصه للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها، المثال قدامكم وواضح مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا داخلنا 4.85 مش كده؟ تمام يا فندم، بالكتير يعني تمام. قبل القناة تمام. النهاردة احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. توافقني ست فريق وسام؟ تمام يا فندم طبعا. انا بقول الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده لينا احنا كاعلاميين وك عايزين تتكلموا عن البلد وتتكلموا على اللي حد يروح يطلق موضوع يشكككم في اجراء وكان الدوله دي ما بتفكرش وما بتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي وأكنها مش عارفة حاجة في الدنيا وهم اللي عارفين. لا طبعا، وأنا بقول الكلام ده عشان ده مهم يتقال دلوقتي. طب دلوقتي احنا لما جينا نعمل الشق التاني دول خدنا عملنا اكتتاب يا دكتور مصطفى، مين اللي بيعمل المشروع؟ هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس يعني الدولة، وده مش معناه ان احنا يعني مش عايزين الناس تساهم ولا حاجة، لا، لكن عايز أقول إن الدولة لما عملت ده بقى ليها دخل، الدخل ده ابتدى يتطور وبيستخدم في تطوير القناة لصالح إن هو إن إحنا نحافظ على أي معدل حركة مهما حصل نحافظ على 11 ساعة، أنا بقول كلام مظبوط؟ تمام كلام مظبوط، يبقى النهاردة بقول إن أنا حتى لو عدد السفن العابرة سواء من الشمال للجنوب او في الاثنين بيمروا في توقيت واحد، انا اللي بعمله دلوقتي بيديني قدره على استيعاب التطور في حركه التجاره وفي زياده اعداد السفن، وايضا التطور اللي بيتعمل في حجم وعمق السفن، مش كده برضه؟ تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لينا ليه دلوقتي واحنا وقطعت على الفريق اسامه؟ ما هو الكلام اللي بيقوله هو بيشرح الموضوع، لكن اللي احنا يهمنا
واحنا بنشرح الموضوع نتكلم على الحالة اللي بتتعمل معاكم يا مصريين. هما دايما واخدينكم في حتة واحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس. باين علينا ايه؟ مش عارفين ندافع كويس. اه مش عارفين. اللي بيتكلم في الموضوع مش حضرتك عشان بس ما اقصدش. تمام. احنا بنتكلم علينا كلنا. تمام. ان احنا نقعد نجيب موضوع موضوع ونجيب التعليقات اللي اتعملت عنه. لما يقول لك ايه ده مش عارف يعني تعبيرك طلع كده ده مش عارف ايه مش عايز اقول التعبير اللي اتقال ما يصحش لكن على المشروع ساعتها. طب ما تجيبوا الكلام ده وتطلعوا اللي اتقال في الجرايد المناوئه واللي اتقال في الاعلام المناوئ واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلموا عليه وقولوا ده مثال حي لازاي هم عايزين ياثروا عليكم، ازاي هم عايزين يخوفوكم يأسوكم. طب احنا في بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لانها لقيت فرصه بس ان انا اقول لكم ان كل بالمناسبه كل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفيه وليه ناس بتتكلم عليه في على مواقع التواصل وعلى الاعلام، ولما نيجي ندافع عنه ندافع عنه مش صح. اللي بيدافع عنه يجيب اللي اتقال، اللي اتقال علينا وتحطه قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه او على الشاشه هنا نشوفه، هو ده اللي اتقال لنا وده اللي احنا فيه، ده اللي اتقال علينا وده اللي احنا فيه. ده مش عشان ليا او للمسؤولين اللي موجودين، لا ده عشان الناس في مصر، عشان الانسان المصري البسيط اللي من الشارع يفهم ان هو مستهدف ان هو يأسوه يخوفوه يضعفوه، لان هم ما عندهمش حاجه تانية غير كده، ما عندهمش حاجه غير التشكيك والاساءه. ايضا سياده الرئيس اكد على ضروره وضع حوافز للمستثمرين ورجال الصناعه، ودعا الحكومه انها تنظم مؤتمر اقتصادي نهايه الشهر الجاري لمناقشه الاوضاع والاراء الاقتصاديه ومستقبل الاقتصاد المصري، وده بمشاركه المستثمرين ورجال الاقتصاد. قبل ما اقفل يعني انهي كلامي، انا بقول كان في موضوع تاني كان خاص بي برضه في الاقتصاد، هو موضوع المستندات بتاعه التحصيل بتاعه البنوك. وارجو يا دكتور مصطفى ان احنا خلال يعني الفتره ديت والقادمه نكون انهينا هذا الموضوع حتى ترجع المواد المطلوبه كمستلزمات انتاج، لان احنا لما قلنا في وقت من الاوقات من سنتين ولا ثلاثه قلنا ان احنا بنستهدف ان احنا يبقى لينا فاتوره تصدير ب 100 مليار دولار، احنا بنتحرك عليها وبنجري عليها. فعايزين نشجع الناس ما تبقاش الظروف اللي موجوده ديت سبب في ان احنا نعطل او نقلل من جهد المصانع اللي بتعمله. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا شايف ان انتم محتاجين تفكروا ان اخر الشهر ده تعملوا مؤتمر اقتصادي ونقعد كلنا نتكلم فيه ونجيب حتى يعني المتخصصين واللي هم ليهم راي مخالف معانا نتكلم. انا عارف ان في حوار وطني موجود، لكن مهم قوي، والحوار الوطني ده موجود والحوار ده محاوره يبقى فيها، طبعا انا عارف ان فيها اقتصاد، لكن احنا كمان كدوله بنتكلم ومش بنتكلم وبس، كمان عشان مع المستثمرين مع رجال الصناعه مع ده مع ده يبقى فرصه ان احنا بنسمع بعضنا البعض وبنتكلم. فارجو ان احنا على نهايه الشهر ده كونوا نظمتوا هذا المؤتمر. اختم كلامي، من فضلكم حطوا حوافز للرجال الصناعه والمصدرين حتى نصل بالارقام الى المستهدفات انا مره ثانيه بشكر هيئه قناه السويس على اليوم الجميل ده، وارجو الكلام اللي احنا قلناه النهارده يكون يعني فرصه ان احنا نشحن طاقتنا للعمل وللحركه للامام. ولازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. لو احنا مفسدين مش هننجح، وربنا وحده المطلع علينا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين.
إذا كنا إحنا مصلحين في الأرض بنبني ونعمر وبننمي وعايزين نعيش أهلنا وشعبنا ونغير حياتهم للأفضل، لازم تكونوا متأكدين إن ربنا مساعد. واللي حصل في السنين اللي فاتت، والله ده انتوا الوحيدين اللي نجيتوا، انتوا الوحيدين اللي نجيتوا، لك الحمد يا رب، والله لك الحمد. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى يوم أمس اتصال هاتفي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. أكد سيادة الرئيس خلال هذا الاتصال اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال وحرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية. أيضا امبارح كان في أخبار وأحداث مهمة، منها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة رئيس الوزراء لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس اللي فات. أيضا اجتماع الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المحافظة. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على نجاح هذا الصرح الكبير المتميز اللي بيزين العاصمة الإدارية الجديدة وبيضيف ليها زخم ثقافي وفني، خاصة أنه تصميم وتنفيذ المدينة بيعزز نظرة الدولة لأهمية الفنون والثقافة كجزء مهم من حياة الشعوب، وكمان بيحافظ على هويتنا وتراثنا الثقافي للأجيال القادمة. امبارح برضو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس اللي فات. وأكد مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونياً في التعامل الفوري مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات المواطنين، علشان يكون في تواصل فعال بين المواطنين والحكومة والارتقاء بمستوى الخدمات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك قيام عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية بتنفيذ تدريب تبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة البحرية SOF-10، واللي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وده في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك بيان حول اجتماع الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري بنطاق محافظة الشرقية. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على حرص القوات المسلحة على المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة اللي بتأثر بشكل مباشر في تحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وغيرها من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، أبرزها طرح 14 وحدة صناعية مجهزة لدعم المشروعات الصغيرة في المنيا، ومنها تخصيص 55 مليون جنيه لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في أسوان، ومنها أيضا تنفيذ 230 ألف وصلة مية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مشروع حياة كريمة في محافظة أسيوط. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنيا اللي أعلن فيها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرح 14 وحدة صناعية مجهزة مختلفة الأنشطة ضمن مجمع الوحدات الصناعية، وبتشمل وحدات للأنشطة الهندسية ووحدات للأنشطة الكيماوية وكمان وحدات للأنشطة الغذائية، وده ضمن خطة المحافظة لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.
في أسوان أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان بلغت حوالي 55.635 مليون جنيه. في سوهاج تم الانتهاء من أعمال إنشاء المدفن الصحي الآمن بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وده ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات. في الغربية أجرى الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بموقع مستشفى 900 بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة تنفيذ أعمال الأساسات طبقاً للآراء الاستشارية بتعديل التصميمات الإنشائية لأساسات مبنى المستشفى، وده بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة الإنشائية وتوفير المرونة التصميمية المستقبلية وفقاً للأكواد الإنشائية القياسية. في الشرقية قرر المحافظ الدكتور ممدوح غراب النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي للعام الدراسي 2022-2023 بعدد من المدارس، وده تيسيراً على أولياء الأمور والتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بمختلف المدارس بنطاق المحافظة. في أسيوط أكد اللواء المهندس هشام درة رئيس شركة المياه بالمحافظة إنه بيتم العمل على إنجاز 230 ألف وصلة منزلية، الوصلات دي هيستفيد منها 150 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت والأحاديث النبوية الشريفة بمشاركة 38 متسابق ممثلين ل 17 مركز شباب. في الأليوبية شهد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان جني محصول القطن بأحد الحقول على مساحة 1.5 فدان بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها، وسط فرحة الفلاحين والمزارعين اللي أعربوا عن سعادتهم بجني المحصول بالتزامن مع احتفالات العيد الـ70 للفلاح المصري. في الفيوم قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتوزيع مساعدات مالية ل 54 أسرة من مرضى الفشل الكلوي بمبالغ إجمالية وصلت ل 108 ألف جنيه. في الوادي الجديد أصدر المحافظ اللواء محمد الزملوط عدد من القرارات تضمنت تشكيل لجنة لمراجعة موقف المشروعات الاستثمارية والتأكد من تنفيذ قرارات سحب الأراضي جزئياً أو كلياً وإنذار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإرجاء قرارات السحب لمدة 6 شهور في حال سداد المبالغ وجدية التنفيذ مع إمكانية التقسيط.